الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. فيها مرونة أيضا و تندرج في التوجه الجديد على جماعة فارس اللي هو لكاباسيتي دو ادابتاسيون. السؤال هو علاش الجريدينج حطيتوه اوت اوف 20، يعني علاش ما حطيتوش اوت اوف 100؟ لأنه الانترناشونال ليفل هو معناتها الستاندردز كلهم اوت اوف 100 ويمشيوا بالليتر جريد، معناها A بلس B B بلس كل شيء. دونك هذايا ماي فيرست كويشن. والسكند كويشن هو انا كي نشوف الكريديتس نلقى انه ستاج 30 معناتها، ولي ماتير كلهم الاخرين مجموعين مع بعضهم تقريبا 30 معناتها في الفوزينه جديكه. كيف معناتها 30 هكا ولا؟ دونك ستاج الاخرين 30 هكا ولا؟ في لي دو ماستر عندك ستاج 30 اللي هو معناها في الانترناشنال معناها ستاندردز الستاج هو كورس، هو كورس معناها لايك ذا اذر كورسز معناتها، فهمتني؟ علاش بون نسالوا برا راهو انا مش علاش اعطيتوه كريديتس معناتها اكثر من برشا عالي معناتها. مرحبا بكم حياه فهم اللي زرتونا في صفاقس لهالمناسبه الكبيره اللي فيها الندوه الصحفيه على هالتكوين الجديد في مسارات الصحه العموميه والبيئه والفئه التشغيليه. اللي نحب نقوله اليوم انه المسار هذا هو فريد من نوعه. علاش؟ لانه في عده اختصاصات جديده مش نحكي شوي عليها. اول حاجه معناها الركن الكبير اللي فيه واللي هو جديد وفيه تطابق مع ما يقتضيه العصر في كل علوم الجامعات هو اول حاجه التشابك ما بين الاختصاصات، واللي هو معناها فيه الصحه العموميه، فيه المعلومات البيانيه اللي هي الداتا ساينس، فيه البيج داتا، وفيه الذكاء الاصطناعي اللي هو الانتليجنس ارتيفيسيال اللي معناها كما قلنا راه هو قوام الاعمال توا. واللي نحب نقوله اخر انه هو مش يجمع ماجستير بحث اللي اسمه افريقيه في الصحه العموميه البيئيه، وكيف ماجستير مهني اللي هي في علوم الاحصاء وتحليل البيانات المطابقه على مجال الصحه. المنطقه بتاع صفاقس كما تعرفوا فيها معناها فيها عده اشكالات الان بيئيه وطبيه، خاصه على مستوى النفايات وعلى مستوى البيئي وعلى مستوى المستشفيات بتاعنا. فالصحه العموميه هي معناها شكل كبير للجامعه قاعده تخدم عليه توا، ومسار كبير اللي قاعدين معناها نعملوا فيه جهود كبيره. ونحب نقول لكم اللي تصنيف جامعه صفاقس في كل ما هو منشورات علميه فيما يخص الطب والمواد الشبه الطبيه اللي هو مرتقي، لان احنا الاوائل على المستوى الوطني خاصه فيما يخص سيماجو اللي هو المجموعات البيانيه الكبيره اللي في العالم، واحنا متشرفين بهذا الكل وقاعدين نزيدوا نخدموا عليه. واللي نحب نقوله اخر انه هو التكوين هذا فيه تشابك العلوم كما كنت نحكي، وفيه حاجه اخرى هو تشريك جامعات اخرى وطنيه ودوليه. اليوم احنا ما عادش هيك الفكرة اللي نعملوا اختصاصات اللي عنا فيها خاصين، لا، احنا نجمو نعملوا معناها نجمو نلتقشوا الى معنا علماء في كندا وفي فرنسا وفي اوروبا اللي يعطيونا معناها اختصاصات نادرة اللي ما عناش. اول حاجة باش ندخلوا العلم هكا لبلادنا، ثاني حاجة باش نعطيو الفرصة للطلبة الاجانب للطلبة الدوليين اللي هما قاعدين يجيو لتونس وقاعدين يلوجوا على مسارات من بعد. اول حاجه فيها اعتراف دولي، ثاني حاجه فيها تشغيليه كبيره برشا. اللي نحب نقوله اخر هو انه بعد هذا الكل ووراء هذا الكل راهو ثم تصنيف الجامعه اللي قاعدين نخدموا عليه. التكوين هذا مش يعيننا في حاجتين، اول حاجه كما كنت نحكي هو الاتراكسيون تاع لي زيديون دو، ثاني حاجه والهامه جدا هي tout ce qui concerne la coopération internationale. معناها الشراكة الدولية كما نشوف معناها الشريك الأوروبي، ولا حتى توا عندنا شركاء في المغرب، شركاء في شمال أمريكا قاعدين نتعاملوا معاهم وكل شيء، وراهو باش يربطوا معنا شراكة كبيرة اترافير لي بروجي انترناسيونال. لازم يكون عندنا ديزاكسيون كما هذه اللي هي فيها فورماسيون أول حاجة كما قلت لكم تخص البيئة،
وتخص المنطقة، وثاني حاجة فيها أتراكسيون انترناسيونال. معناها احنا متشرفين برشا في جامعة صفاقس، وخاصة بعد الندوة الصحفية هذه توضحت فيها عدة نقاط اللي كانت غامضة شوية، متشرفين برشا لاحتضان هل التكوين هذا، ويعطيكم الصحة على الإحاطة وبارك الله فيكم. الهدف كان نوعا ما من القيام بتقييم مرحلي لما تم إنجازه، 3 سنوات بالنسبة للماجستير اللي يخص البيانات وتحليل البيانات، و6 سنوات اللي يخص الماجستير للصحة العمومية. والهدف زاد الأعداد للمرحلة التالية اللي هي المرور ربما أكثر على المستوى الدولي والتعريف معناها بالمسارات هذه على المستوى الدولي، وزاد أيضا معناها تثمين ما تم إنجازه على المستوى الوطني والتعريف أكثر بالمسارات هذه. يعني ربما إذا نقوله بإيجاز بسرعة، يعني ما تم إنجازه هو مسار يجمع لأول مرة في جامعة صفاقس، وحتى نجم معناها نقول إنه في الجامعة التونسية هذا الزخم الكبير من التنوع في الاختصاصات. يعني عندنا في الهيئة التدريس والهيئة التكوين نجم نسميوها زخم كبير من مختصين في علوم الإعلامية، في الذكاء الاصطناعي، في التحليل الإحصائي البيانات، في الصحة، في البيئة، في البيوتكنولوجيا. وكذا الكل خلى أنه التكوين يكون متميز ونوعي ومنفرد نجم نقوله على المستوى الوطني. مسار يفتح أفاق للطلبة اللي مقاوش أنوبوش، مقاوش خدمة، ينجموا يجوا يقراوا كلك سوا شنو اللي بخيروكي اللي عندهم. دونك فما حاجة معينين احنا نطلبوهم، لكن ينجموا يتعدوا بالسيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير، ومن بعد يتعدوا للماستر ام 2، وهكيك يتكونوا في العلوم علوم البيو احصائيه، وينجموا حتى نهار اخر باغ اكزومبل يحلوا دي بواط بريفي، ينجموا يكونوا هما بورتور دو بروجي ويخدموا حتى عبيد معاهم ويخدموا في مجال علوم البيو احصائيه. المسار هذا كما تعرفوا مسار متميز، اردنا ان يكون فريد من نوعه على مستوى الجمهوريه وحتى على مستوى يعني الدولي. هو فريد في انه يجمع لاول مره يجمع مسار تكوين بحثي وكذلك مسار تكوين يعني عملي، وكذلك يعني مسار تكميلي سيرتيفيكا ديتيد كومبليمونتير. وبالتالي يعني الشخص او المتابع او الطالب او لابرونون نسميوه بصفه عامه اللي يحب يكون ويشارك في هذا المسار هذا له الاختيار، وحسب ميولاته وحسب يعني حاجياته يتم اختيار مسار من المسارات حسب ملائمته وحسب حاجياته كما قلت. الماستر نتاعنا هذه منفتحه على جميع لي بروفيل. Nous accueillons des médecins, des ingénieurs, bien évidemment des ingénieurs chimistes, des ingénieurs géologues, des ingénieurs matériaux, des pharmaciens, ou elle des titulaires de master, l'environnement essentiellement. L'objectif, c'est un master charnière entre l'environnement et la santé. Et effectivement, elle se propose de mettre en exergue les impacts sanitaires qui sont induits par des problèmes environnementaux essentiellement. Donc, il y a. Femme, l'input interne est très diversifié. Les intervenants d'Edahomabidhomi sont très diversifiés. وهيك اللي يخلي لا فورماسيون الي تري ريش اي تري اي كومبليت. دونك فما ديما ديناميزاسيون، فما ديما انتراكسيون، كو سوا معناها ا ترافير لا بلاتفورم اون ديفيري، والا ساعات تصير دي نسميهم احنا دونك سي نسمي بون فان سو فورم دو سيمينير دو غروبمون نسميهم. دونك هذولا ناخذوا دي تيماتيك بيان ابروبريي كو لون ديسكوت ونشاركوا فيهم لابرونون. اي ديرنييرمون بتيتر هذه من الحوايج اللي ما قلناهاش الفوق، وانه ولينا نعملوا اون باس او مود فيجيتال. اش معناها المود فيجيتال؟ المود فيجيتال معناها اون فا اوتيليزي لوتي انفورماتيك دي لوجيسيال ابروبريي باش نشاركوا الطلبه الكلهم باش لابرونون هو بيدو co-construit avec nous la séance. Donc Mekunj, il est là juste pour recevoir une information, mais pour être impliqué dans le processus de l'enseignement. Al-Hayat FM. Al-Hayat FM. Zahrat Al-Hayat.